كيف لهذه المبادرة أن تعزز فكرة أو سياسة الصين في الإصلاح والانفتاح التي تنتهجها الدولة الصينية؟ طبعا سياسة الإصلاح والانفتاح من 40 سنة تقريبا، ودي كان تغير من الانغلاق إلى الانفتاح، ولكن أنا دايما بقول أنه في الحقيقة اللي حصل في السبع سنين السابق من ساعة تولي الرئيس شي جين بينغ الرئاسة في 2012، في الحقيقة حصل طفرة كبيرة جدا. وهبدأ بمثال بسيط قوي، أنه مثلا حجم الاستثمارات المصرية الصينية هنا في مصر أكثر من 7 مليار، 90% من هذه الاستثمارات حصلت في الخمس سنين أو ست سنوات السابقة. وقيس على كده يعني اللي حصل في أفريقيا، وحصل التعاون حتى في دول العالم كلها، في آسيا وفي دول أخرى، اللي حصل إن المبادرة كانت ترجمة يعني حقيقية لفكرة طبعا الإصلاح والانفتاح. لأي مدى ممكن أن يكون هناك تنسيق بين مصر كرئيس للاتحاد الأفريقي وبين الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق؟ على المفهوم الأساسي بتاع المبادرة وهو التنمية المشتركة، دور الاتحاد الأفريقي هو دور تنسيقي، إن هو إزاي يوجه هذه النوايا الحسنة للمبادرة واللي أعلنها الرئيس الصيني زي ما قلت، إزاي ينسقها، إزاي يحط لها أولويات وهكذا، أولويات على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حتى أجندة 2063 يعني دي واردة في التفاهمات الصينية الأفريقية من خلال الاتحاد الأفريقي. إذن من خلال الاتحاد الأفريقي ومن خلال رئاسة مصر ومن خلال موقع مصر الهام جدا الجغرافي والتاريخي، لأن مصر لعبت دور مهم جدا تاريخيا في طريق الحرير القديم.